السلام عليكم ومرحبا بكم في مقطع جديد تلخيص انمي شيكاغون نو سايجي كينجا او الساحر الاقوى مع الاشارة الاضعف، وهو من الانميات الجديدة التي نزلت في هذا الشهر. لكن قبل ما نبدأ خلونا نصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلوات والسلام، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وخلونا نبدأ. يبدأ الأنمي بحضور ماتياس إلى العاصمة من أجل دخول الأكاديمية، لكن يشعر بشيء يوجد في الغابة، ويخبر ماتياس صاحب العربة أن هناك وحش ضخم سيهجم على العربة، لكن صاحب العربة لم يصدق كلام ماتياس، ويأتي الوحش الضخم حتى يهجم على العربة، ولكن ماتياس يقوم بقتله بسرعة، ويصل ماتياس إلى العاصمة، فيسمع صوت فتاة تقول لصاحب السيوف: رجاء اصنع لي سيف. يوجد فيه سحر من أجل صديقتي لوري، لأن اختبار الأكاديمية غدا، فيقول لها صاحب السيوف: لا أستطيع وضع السحر في السيف. فيقول لهم ماتياس: أنا سوف أساعدكم في وضع السحر في السيف حتى يصبح السيف خفيف. وتقوم هذه الفتاة بالتعريف نفسها إلى ماتياس وتخبره باسمها وهو ألما، وتخبر ماتياس عن حياتها، وتخبره أنها هربت هي وصديقتها لوري لأن أهلها أرادوا تزويجها من شخص، لذا هربت. وتأتي لوري ويلاحظ ماتياس أن لوري جميلة فتعجبه، فيقوم ماتياس بسرعة حتى يعرف عن نفسه فيخبرها باسمه، فتقول ألما: من أين أتيت بهذه الرسمية فجأة؟ لأنك شفت لوري جميلة. وتبدأ لوري بتعريف نفسها إلى ماتياس وتخبره: أنا لست مخطوبة ولا مرتبطة. وبعد أن يتعرفوا على نفسهم يأتي صاحب السيوف ويعطي ماتياس السيف حتى يضع به السحر، وتقوم ألما بإعطاء ماتياس حجر من أجل أن يصبح السيف فيه قوة سحرية، ويقوم ماتياس بوضع السحر فيه، لكن الجميع لا يصدقون أنه قام بوضع السحر بالسيف، ويقول له صاحب السيوف: أنت إشارتك ضعيفة. وتلاحظ لوري أن ماتياس لم يقم بتعويده، ولكن تلاحظ أن السيف أصبح خفيف ويقطع أشياء بسرعة، والجميع منصدم من هذا الأمر، ولكن ماتياس وضع السحر بسرعة في السيف وأصبح السيف قوي. وفي اليوم الثاني يبدأ الاختبار الأكاديمية، وتبدأ لوري القتال مع شخص فتقوم بقطعه بسيفها وتفوز عليه، ويأتي دور ماتياس، ولكن يأتي أحد المعلمين ويخبر ماتياس أنه سوف يكون خصمه وسوف يختبر قدرته، ويلاحظ ماتياس أن المعلم متساهل معه، ولكن ماتياس يقوم بسرعة في هزيمة المعلم والجميع مصدوم. وتفرح لوري وألما بفوز ماتياس بالاختبار الأول، ويبدأ الاختبار الثاني وهو إلقاء التعاويذ السحرية بالصوت، وتبدأ لوري أيضا بإلقاء التعويذة، ويلاحظ ماتياس أن القوة السحرية التي تستخدمها لوري في إلقاء التعويذة بصوت ضعيف. ويأتي دور ماتياس ويخبر المعلم: هل أستطيع تدمير جميع الأهداف في آن واحد؟ ليرد عليها المعلم: نعم يمكنك ذلك. ليقول بعدها ماتياس: سوف أبتعد قليلا. وبعدها ردد التعويذة بصمت وقام بتدمير جميع الأهداف في آن واحد، وبسبب القوة الكبيرة تدمرت حتى ساحة الاختبار. بعدها في اليوم التالي جاء المدير لكي يحفز الطلاب، بعدها قال لماتياس: أريدك أن تأتي إلى مكتبي. وماتياس كان يظن أنه سوف يقوم بطرده من المؤسسة لأنه قام بتدمير ساحة الاختبار، لكن عندما ذهب إلى المدير إلى مكتبه قال المدير إلى ماتياس: أنا أريد منك أن تعلم إلقاء التعويذة السحرية الصامتة في المؤسسة الثانية، لأن المؤسسة الأولى منعت تعليم إلقاء التعويذة السحرية الصامتة. ليوافق بعدها ماتياس على تعليم التعويذة السحرية الصامتة، وبدأ يعلم المعلمين وحتى التلاميذ، وعلم حتى لوري إلقاء التعويذة السحرية الصامتة. وبعد مرور شهر جاء الحدث الذي سوف يتقاتل فيه أبناء المؤسسة الأولى وأبناء المؤسسة الثانية، وتم اختيار ماتياس لكي يقاتل أو في شيطان متنكر في هيئة بشرية. وعندما صعد ماتياس لكي يقاتل وهناك أجبر الشيطان على إظهار حقيقته، وعندها الكل صدم مما يراه. بعدها الشيطان لأنه تم كشفه أراد الهرب، لكن ماتياس يقوم بقتله. لتنتهي الحلقة الأولى من الأنمي. تبدأ الأحداث بإدوارد وماتياس وهم يزورون الملك بعد إنجاز ماتياس الأخير في المسابقة، بحيث استطاع القضاء على الشيطان في حين لم يستطع أي أحد لسنوات أن يقتل شيطان، وبالتالي هذا يعتبر إنجاز كبير. وبعد زيارة الملك سأل إدوارد عن الفتى الذي قام بذلك الإنجاز. ليتقدم ماتياس وعرف عن نفسه وقال: أنا ماتياس هيلدهايمر وأنا في سنة الأولى في إعدادية الأكاديمية التالية. ليرد عليها الملك: أنا معجب بهزيمتك لذلك الشيطان، وتحت الظروف العادية كنت لأنشر هذا الخبر لأبعد حدود وأمنحك أرض إقطاعية، لكن ماتياس كان يترجى في نفسه أن لا يعطيه أرضا إقطاعية، فهو قام بإعادة بعت نفسه ليصبح أقوى ولكي يتفوق على نفسه في الحياة السابقة، لا لكي يدير أراضي إقطاعية. لكن الملك أكمل كلامه وقال: لسوء الحظ فإعلان هذا الخبر للعموم سيجعل من الواضح أن الشياطين تسللوا بيننا، لهذا يمكن أن أمنحك شيء آخر. ليقول له ماتياس: سوف أرضى بأي شيء آخر. ليقول الملك: إذا سوف يفي سيف سحري، فمؤخرا توصلت بسيف سحري لديه مدخلا لحجر سحري
والحداد الذي باعني إياه قال أن الطفل الصغير قام بسحره. ليتذكر ماتياس أن صاحب المتجر الذي أخذت من عندها ألماس سيف طلب من ماتياس أن يصنع له سيف إضافي، لكن الملك رأى تعابير عن عدم الرضا على وجه ماتياس ليقول له أظن أن الهدية لم تعجبك، لهذا تفضل وقل شيء تريده. ليقول ماتياس أطلب حقوقا لجميع الموارد الموجودة في دايمس المملكة. ليرد عليها الملك هل تقصد المعادن التي بداخلها ووحوشها؟ ليرد عليه ماتياس أجل، لكن أنا لا أطلب احتكارها، فهي أعظم مدخرات المملكة وهي أكثر قيمة من منجم الذهب حتى. وفي حياتي السابقة كانت الممالك تدخل في حروب حول الدايمس والوحوش والجواهر التي داخلها، لكن المعرفة السحرية قد تهاوت في هذا العصر، ومن المحتمل جدا أنهم لا يعرفون القيمة الحقيقية للدايمس. ليرد عليها الملك إن كنت تريد الدايمس فسوف أمنحك الحرية في فعل ذلك. بعدها ماتياس شكر الملك. بعدها الملك طلب من ماتياس رأيه في موضوع اختفاء المختارون السحريون الأربعة الذين وجدوا في هذه المملكة بما فيهم إيرهارد آخر قائد للنقابة السحرية. فقد ظهر المختارون السحريون لأول مرة قبل مئات السنين، وهذا يعني أن الشياطين كانوا يتسللون لمملكتنا منذ قرون. بعدها قال ماتياس مع نفسه في حياتي السابقة دفعت الشياطين لحافة الانقراض، لكن بعد موتي لتحقيق إعادة بعثي لابد أن المتبقين منهم تسللوا لمجتمع البشر ونشروا معلومات سحرية خاطئة مما جعل قوة البشر تتداعى مع مرور الوقت. بعدها الملك قال لقد أبعدت الشياطين عن مملكتنا، هل يعني هذا أن الخطر قد زال؟ ليقول ماتياس أخشى ذلك صاحب الجلالة، في الحقيقة قد تكون في خطر أكثر من قبل. وهذا الكلام صدم الملك ليسأله ماذا تقصد بكلامك؟ ليقول ماتياس إن تسبب الكشف في هرب المختارين السحريين فهذا دليل على أنهم لا يرون فائدة في التنكر بعد الآن، لهذا خطة الشياطين القادمة قد تكون تجميع قواهم وإبادة هذه المملكة، لكن الشياطين ليسوا بارعين في التنظيم الجماعي، وإن كانوا ينوون تجميع قوة عظمى قبل مهاجمتنا فأرجح أن ذلك سيتطلبهم 3 أشهر. ليقول إدوارد والملك 3 أشهر لا تكفينا. ليقول ماتياس لا هي أكثر من كافية، وكل ما علينا فعله هو تغطية المملكة بأكملها بحاجز قبل حدود ذلك، وسوف نستخدم أداة أثرية من الدرجة الإلهية لعرض حاجز دائم إن عمل. جميع طلاب الأكاديمية الثانية رفقة بعض، يمكننا إنهاء التحضيرات خلال شهر، وأقترح مواصلة تدريس السحر الصامت في هذه الأثناء. ليقول الملك لا نملك فرصة بمواجهتهم بأنفسنا، كونك هزمت شيطان بمفردك فعلينا الوثوق بك. بعدها ماتياس هيلدهايمر أعينك قائد للمعركة ضد الشياطين. بعدها ذهب ماتياس لخزينة المملكة بطلب من الملك لكي يأخذ أي شيء يحتاجه لصناعة الحاجز حول المملكة. ليقول ماتياس أنا أبحث عن حجر الميتريال والأوريكالكوم التي أحتاجها من أجل الحاجز، وقد أضطر إلى الذهاب للدايمس رغم ذلك. بعدها ماتياس وجد سيف قد عثروا عليه في أطلال قديمة ولا أحد يعرف طريقة استخدامه. بعدها لاحظ أنه سيف سحري قام بصناعته هو في حياتها السابقة، وهو أصلا من حجر الأوريكالكوم، سوف يكون مثالك جوهر للحاجز. وبعدها أخذ قلادة وهي أيضا كان قد صنعها في حياتها السابقة تقوم بتضخيم المكاسب الممنوحة من قبل نقاط الخبرة. بعدها رجع للأكاديمية الثانية وأكمل تدريسه للتعويذة الصامتة، ولاحظ أن الطلاب بدأوا يتقنون التعويذة الصامتة. بعدها جاء عند ماتياس لوري وألما بحيث سمعوا من المدير أن ماتياس سيقوم بصنع حاجز عن المملكة، ليخبرهم ماتياس بأنه سوف ينطلق نحو الدايمس لجمع الموارد التي سوف يحتاجها. بعدها طلب من لوري وألما أن يذهب معه، لكنهما ترددا في الأول لأنهما ضعيفتان وقد يعيقون ماتياس، وقالت ألما بأنها تستخدم السهام لكنها ليست مفيدة في القتال السحري، لكن ماتياس شرح لها أن السهام مفيدة جدا في القتال السحري وعلمها كيف تدمج السحر بالسهم وتضاعف قوته. بعدها لوري بدأت تطلب من ماتياس تعليمها إلقاء التعويذة السحرية وخصائص الشارة. بعدها وافق ماتياس لكن عليهم الذهاب للدايمس أولا. وبعد دخولهم ذهب ماتياس وأحضر وحده تصنيف منخفض لكي يستخدمه ليدرب ألما وعلمها كيف تتحكم بالسهم بعد إطلاقه وتقوم بتغيير مساره لتهاجم أكثر من هدف كيفما تريد. بعدها ذهبت ألما لتبحث عن الوحوش لكي تستكمل تدريبها، وماتياس ولوري ذهبوا وقاموا بتدمير جدار الدايمس وأخذ الحجارة منه لأنها مليئة بالموارد وبدأ يصقلها. بعدها ألما لما انتهت من جمع الأحجار التي تأتي من قتل الوحوش عادت لتجد ماتياس ولوري صنعوا الكثير من الأسلحة، ولوري تعلمت كيف تصنع سلاح وتقوم بسحره لتدمير جدار الدايمس. ليخبرهم ماتياس أنهم سوف يصعدون للطابق العاصر وهذه فرصة لاختبار ما تعلمه. بعدها بدأوا يقتلون كل الوحوش، لكن ظهر وحش أقوى من كل الوحوش السابقة يلي هو الكلاب القاتلة، لكن لوري استطاعت أن تقتله بسبب تحكمها بالأسهم وبدعم لوري لها. بعدها صنع ماتياس مخيم لهم لكي يرتاحوا. بعدها ذهب ماتياس للطوابق السفلية ليختبر نفسه ولكي يبحث عن الأدمينايت الذي يحتاجه لبناء الحاجز. بعدها
نزل ماتياس للطابق 25 بعدها ظهر زعيم الطابق ليهجم ماتياس عليه، بعدها قتل كل الوحوش التي كانت تحيط بزعيم الطابق وبدأ القتال معه. وكان زعيم الطابق قوي لكن ماتياس استخدم معرفته من الحياة السابقة وقضى على الوحش بهجوم قوي أحدث هزة أرضية استشعرها الشيطانان كان في الدايماس لكن لم يبالي بها لأنهم يعتقدون أنه لا وجود لأي بشر لديه قوة كافية لإحداث مثل هذه الهزة، لهذا يمكن أن تكون من أحد أسياد الطوابع. لتنتهي الحلقة الثانية من أنمي تبدأ الأحداث بلوري وألما وماتياس وهم يزورون المقر الخاص ببيع الغنائم التي يحصلون عليها الطلاب من خلال المهام أو من خلال مغامرات في الدايماس. وماتياس أحضر رأس تعبان الخاص بزعيم طابق 25 وحجر سحري كبير وباعهم مقابل 750 قطعة ذهبية وقرر أن يقوم بتقاسم الأرباح مع لوري وألما 150 قطعة لكل واحد. وفجأة ظهر شيء غريب وماتياس استشعر أن هناك شيطانان يتجهان إلى الأكاديمية الثانية وقرر العودة للأكاديمية. في تلك الأثناء كان الشيطانان يتحدثون حول البشر الذي هزم ديفيليس وهو يدرس في الأكاديمية الثانية وقرروا أن يختبروا قوته. وفي تلك اللحظة طلب ماتياس بلوري وألما أن يهتموا بأمر الشيطان الضعيف الذي اسمه ديشيلر في حين هو سوف يقضي على الشيطان الأقوى، لكن هما لا يستطيعان مواجهة الشيطان. لكن ماتياس قال لهم بأنهم بمستواهم الحالي يمكنهم تدبر الأمر لكن عليهم إيقاف الشيطانان قبل الوصول إلى الأكاديمية. في تلك اللحظة كان الشيطان الضعيف الذي اسمه ديشيلر يتحدث مع أشيريل ويسأله عن خطتهم ليرد عليه أشيريل بأنهم سوف يبدأون بتعويذة من الأعلى. لكن بسرعة كبيرة ظهر ماتياس وهجم على الشيطان الضعيف لكنه يمتلك جسد صلب جدا واستطاع التصدي لماتياس. بعدها أشيريل هاجم ماتياس بتعويذة، عندما رآها ماتياس قال لو أصبت بإحدى هذه الهجمات سوف يقضى علي لأنها هجمات قوية جدا. لكن ماتياس لديها الحل، استطاع التحكم بتلك الهجمة وأعادها إلى أشيريل. بعدها هرب لكي يستدرجهم باتجاه لوري وألما التي بمجرد ظهور الشيطان هاجمت باستخدام الأسهم وأصابت ديشيريل ويلي هو الشيطان الضعيف. وكان كانت استراتيجية ماتياس هي التفريق الشيطانان. بعدها ماتياس استخدم طاقة سحرية لكي يحطم تعويذة أشيريل لأنه لا يمتلك طاقة سحرية كافية لمواجهتها. بعدها ماتياس بدأ يتحكم في مجريات القتال ضد أشيريل لأنه أجبر الشيطان على القتال بالسيف ولا يمكن لأشيريل أن يكون بخبرة ماتياس في القتال بالسيف وهذا سبب تفوق ماتياس. بعدها ماتياس استخدم تعويذة لكي يحول الطاقة السحرية الخاصة بأشيريل ضده وكان هذا سبب هزيمة الشيطان القوي على يد ماتياس. بعدها توجه نحو ديشيريل وبمساعدة لوري قام بإسقاط أرضا والفوز في هذه المواجهة. بعدها ماتياس لاحظ أن الكثير من الناس شاهدوا قتالهم ضد الشياطين وهذا الشيء يعتبر معجزة لأنه لا يوجد بشري بقوة الشيطان في هذا العصر لأنه لسنوات وسنوات لم يهزم بشري شيطان والآن يرون شيطانان هزم على يد فتى وفتتين. ليقوم ماتياس بحمل لوري وألما والهرب. بعدها توجهوا نحو قصر الملك الذي كافأهم بما يريدون مقابل عملهم البطولي. لكن ماتياس استشعر أن هناك شيطان يسترق السمع داخل غرفة الملك وعندما قام بتحطيم تلك التعويذة أحس بمكان تواجد ذلك الشيطان الذي كان هو قائد النقابة السحرية سابقا والذي اختفى. وماتياس استشعر تفاعل بين تلك التعويذة ومكان في المملكة والذي كان قرية قد تدمرت على يد الشياطين. بعدها قرر ماتياس زيارة تلك الشياطين التي تختبئ في تلك الأطلال، لهذا ذهب هو وألما ولوري إلى مكان في جبل والذي تتواجد فيه أحد التنانين الأسطورية وبالأخص تنين الظلام والذي كان قد واجه ماتياس في السابق في حياته السابقة قبل آلاف السنين لكنه استسلم. لهذا ماتياس أطلق صراحة لكن التنين لم يتعرف على ماتياس وقرر الهجوم عليه. لكن ماتياس استخدم تعويذة التعطيل ليتذكر ذلك التنين أن ماتياس سوف يتم بعثه مرة أخرى بالرغم من أنه مات منذ آلاف السنين. والشيء الذي جعله يتذكر ذلك أنه تعويذة التعطيل تعتبر تعويذة أسطورية في هذا الزمن بالرغم من أنها تعويذة عادية جدا. وبعد أن تعرف التنين على ماتياس اعتذر من ماتياس وماتياس طلب منه أن ينقلهم لمكان الذي تتواجد فيها الشياطين الذي هو على بعد 4500 كيلومتر. ليقوم ماتياس بعلاج أجنحة التنين التي كانت قد تحطمت قبل 500 سنة وقام بأخذهم إلى تلك القرية التي تختبئ فيها الشياطين. لتنتهي الحلقة الثالثة من
تبدأ الأحداث بدها ماتياس ولوري وألما فوق ظهر التنين إلى مكان تواجد الشيطان اللي كان يسترق السمع في غرفة الملك. ولما وصلوا لتلك المنطقة ماتياس بسرعة قفز من فوق التنين وتوجه نحو الشيطان كان يحرس المنطقة وقضى عليه بلوح البصر. بعدها التقت إشارة تواجد شيطانان، واحد منهم هو أرهارد وهو الشيطان اللي كان يسترق السمع، والشيطان الثاني كان قوي وهو أقوى من الشيطان اللي قتله ماتياس قبل المدة داخل العاصمة اللي كان اسمه أشيرين. بعدها دخل ماتياس ولوري وألما، وماتياس فعل تعويدة التخاطر بحيث أصبح بإمكانهم التحدث عبر أفكارهم، وهذا من أجل التنسيق في القتال. وماتياس قرر أنه يترك أمر الهجوم ألما ولوري لأنه واثق من قدرتهم. بعدها بدأوا يستكشفون المكان ويبحثون عن الشيطانان، ولما وصلوا للغرفة التي كانت تصدر منها الطاقة لم يجدوا أي شيء، لكن ماتياس فهم الأمر وقال لألما ولوري بأن الشيطان تختبئ وهي تستخدم تعويدة إخفاء، وهي تعويدة جيدة تخفي حتى الطاقة السحرية. بعدها باستخدام إحدى التعويذات استطاع أنه يكشف مكان تواجد ذلك الشيطان. بعدها ماتياس استعمل تعويذة للتشويش على تعويذة الإخفاء الخاصة بالشيطان. بعدها لوري هجمت باستخدام السهم، والشيطان لم يتفادى الهجوم إلا في اللحظة الأخيرة لأنه كان يظن بأنه مختفي، لم يدرك أن تعويذته تعطلت. بعدها ذلك الشيطان قال لماتياس: هل أنت ماتياس؟ لكن قبل ما يسمع الرد قال له: ماتياس في العاصمة، أنت مزيف، لأنه لو كنت أنت ماتياس لكنت ميت الآن. وبدأ الهجوم على ماتياس، ولوري وألما تراجعوا وبدأوا يهجمون على الشيطان بالأسهم، لكن بالرغم من أنها تصيبه لكنها لا تؤثر عليه ولهذا كان يتجاهلهم. لكن مع مرور الوقت لاحظ أن سرعته بدأت تنقص وبدأت أطرافه أثقل، وهذا كان بسبب الأسهم لأن ألما تلقي عليها تعويذة تسبب تناقص الطاقة السحرية للشيطان، وهذا الذي جعل الشيطان يظهر ورقتها الرابحة والتي تسمى سوء طالع، وهي التي تجعل الشيطان يستخدم كل طاقتها السحرية لآخر قطرة، وبعدها لديه وقت يقاتل فيه بكل قوته وبعدها يموت. بعدها إرهارد هاجم على لوري وألما، لكن قبل ما يصل لهم اكتشف أنه سراب وهم عبارة عن وهم بسبب تعويذة ماتياس والتي كان يمزج معها سم سحري مركز. بعدها لوري أطلقت سهم وسط رأس إرهارد وقامت بقتله. بعدها ماتياس طلب من ألما ولوري أن تتراجع وتذهب مع التنين وتحلق فوق القرية لأنه سوف واجه الشيطان الآخر لوحده. بعدها قام ماتياس بتحطيم 3 أحجار سحرية لديها طاقة ضبابية تجبر الشيطان على الظهور والتجسد، مما جعل الشيطان يخرج من حالة التخفي ليقول له: لقد لقبك إرهارد بالوحش، أظن أنك تستحق لقب أكثر قوة. لكن ماتياس قال له: لا هذا غير صحيح. بعدها الشيطان قال: أنت استدعيتني إلى هنا، هذا يعني أنك مستعد للموت. بعدها بدأوا يقاتلون بعضهم، وكان ذلك الشيطان في مستوى آخر عن إرهارد واستطاع أن يقوم بقطع يد ماتياس وقال لماتياس: فأظهر لك الرحمة وأتركك تختار طريقة موتك. ليرد عليه ماتياس: أنا آسف لكني لا أنوي الموت مجددا لألف سنة على الأقل. لكن الشيطان ضحك من كلام ماتياس وكان سوف يهجم عليه، لكن كان ماتياس يقوم بتحليل شيء ما. عندما انتهى منه أعاد يده لمكانها وهذا الشيء صدم الشيطان. بعدها ماتياس قال له: أنت لم تلاحظ أني وضعت تعويذة الشفاء على يدي، كما أنك لم تلاحظ أني وضعت تعويذة التحليل. والشيطان بدأ يهجم على ماتياس لكنه كان بطيء، أو الأصح ماتياس كان سريع جدا. يقول له ماتياس: لا تجهد نفسك، أنا الذي سمحت لك بقطع ذراعي. بعدها الشيطان أحس بالضعر لهذا قرر إظهار ورقته الرابحة، وهي مثل تقنية نهائية لأرهارد لكنها متطورة أكثر بحيث هو لن يموت لو استخدمها ولديها مميزات كثر. لكن ماتياس استخدم تعويذة لكي يمنع الشيطان من إلقاء تلك التعويذة والتحول، وهذا جعل الشيطان يمر لتعويذة أخرى بحيث يتحول إلى ضباب وكان سوف يهجم على ماتياس. لكن ماتياس ألغى تلك التعويذة أيضا وهذا صدم الشيطان لأنه الوحيد الذي يستعمل تلك التعويذة، لهذا من المستحيل أن يكون لديه تدبير مضاد لها. ليجيبه ماتياس: لقد قلت لك أني أجريت تحليل لقواك السحرية، ولو كان بإمكاني تحليل قوتك السحرية فبإمكاني إيجاد تدبير مضاد لهجماتك. بعدها ماتياس قال له: لقد أصبتك بهجوم قبل قليل وهو ليس السم بل تعويذة تمنعك من التحكم بسحرك وتجبرك على امتصاص سحر إضافي من محيطك، وهذا حتى تتضخم طاقتك السحرية وتنفجر. بهذا ماتياس قام بتحطير حجر سحري أقوى من الأحجار السابقة، وهذا كان سبب انفجار الشيطان بسبب امتصاصه للكتيفة. لتقفز بعدها ألما متجهة نحو ماتياس لأنها كانت قلقة عليه. بعدها ظهر حجر ضخم مكان الانفجار وهو عبارة عن أوردة التنين، وهي دوائر سحرية تسري في الأرض وهو يولي الطاقة السحرية. وحسب التعويذة التي كانت ملقية عليه فالشياطين كانوا يريدون توليد حشد من الوحوش ومهاجمة العاصمة. بعدها عاد ماتياس ولوري وألما إلى العاصمة لكي يجهزوا نفسهم لذلك الهجوم المنتظر من الوحوش. بعدها ماتياس طلب من التنين إلقاء
تعويذة لكي يتحول إلى بشري لكي يبقى معهم، وبهذا تحول التنين لبشري. وعند وصولهم للأكاديمية يسقل لمدير الأكاديمية بأن يقبل إيريس في الأكاديمية ليرد عليها المدير لا مشكلة لديه، لكنها سوف تخوض اختبار القبول أولا. وفي اليوم التالي بدأت إيريس اختباراتها الكتابي وبعدها المبارزة وبعدها إلقاء، وكانت قريبة من تدمير الأكاديمية، لكن بالرغم من ذلك قبل بها المدير كطالبة جديدة في الأكاديمية، وماتياس سوف يصلح ما تم تدميره في الأكاديمية. لتنتهي الحلقة الرابعة، تبدأ الأحداث بماتياس وإيريس وألما ولوري وهم في طريقهم إلى ديماس ميلكيا. ليتفاجأ ماتياس عندما قالت لوري بأن هناك مدينة فوق الدايماس، وهذا ما فاجأ ماتياس. كيف يمكن للناس بناء مدينة فوق دايماس خطير كميلكيا؟ بعدها أظهرت ألما الخريطة وأشرت أنهم سوف يلتفون حول الغابة لكي يصلوا للمدينة، لأن الغابة مليئة بالوحوش الذكية والقوية، وهذا ما جعل ماتياس يتحمس أكثر لاختصار الطريق والمرور وسط الغابة. وفي طريقهم تفاجأوا من عدم وجود أي وحوش، لهذا قرروا الجوجوس للغداء، لكن ماتياس عرض عليهم فكرة أنه راح يروح يصطاد شيء لكي يأكله بدل الأشياء التي أحضروها، وانطلق بسرعة. وفي طريقهم لاحظ أن الوحوش تلحق به، لكنها تتحرك بطريقة منظمة، وهذا بسبب الوحش الذكي اللي يتحكم بهم، وذلك الوحش الذي على شكل قرد هجم على ماتياس، لكنه قضى عليه بسرعة وعاد عند ألما ولوري اللي انصدموا من رؤية وحش اللي هو مشهور بذكائه وقوته ميت أمامهم. بعدها ماتياس أحضر لهم خنزير للعشاء، ولوري صنعت لهم قدر كبير، وإيريس أحضرت الحطب وطبخوا العشاء، وألما صنعت لهم حساء يلي كان شبيه بمبيد الحشرات السائل يلي كان رح يقتل إيريس بالرغم من أنها تنين. بعدها أكملوا طريقهم بأمان، لأنه الهالة المنبعثة من إيريس لأنها التنين جعلت كل الوحوش لا تهجم عليهم. بعدها تابعوا طريقهم باتجاه ملكيا ووصلوا لها قبل غروب الشمس، لكنهم صدموا لأنه كان يتوقعون أنها مدينة مكتظة بالناس، لكن كانت شبيهة بأرض مهجورة، فقط عدد قليل من الناس. بعدها عمود كهرباء اشتعل لوحده وهو أداة سحرية، لكن لم يصنع باستخدام حجر سحري بل تم صنعه بارتباط مباشر بأوردة التنين. بعدها ذلك العمود انفجر وكان قريب من إصابة ألما ولوري وماتياس وإيريس لولا أنه حذرهم أحد الأشخاص يلي كان بجوارهم. بعدها سألوه عن سبب استخدام تلك الأشياء الخطيرة، ليقول لهم بأن ذلك تم بأمر من سيدهم الجديد لأنه منع عليهم استخدام الأحجار السحرية لأنه هي أهم صادراتهم. بعدها سأله ماتياس عن سبب قلة الناس، ليقول له بأن سيدهم هو الذي أمر كل المغامرين بالتوجه للطابق العاشر لأن هناك وحش قوي ظهر هناك، وبعدها أرسل كل المغامرين الأقوياء وحتى الضعفاء منهم. بعدها ذهب ماتياس وفريقه للنقابة لكي يأخذوا الإذن وتأشيرة الدخول للدايماس، لكن فوجئوا أن الرخصة تأتي من السيد، ولأخذها يجب أن يخضع لأي أوامر مستقبلية من السيد كاكتشاف الدايماس أو اصطياد الوحوش. بعدها ماتياس سأل ألما ولوري وإيريس الذين وافقوا على الذهاب مع ماتياس ليطلب بعدها الرخصة. في تلك الأثناء ظهرت إحدى عاملة النقابة ومعها أخبار سيئة عن وجود عدد كبير من الجرحى في الدايماس بسبب الوحوش، وهم في حاجة لمستخدم تحر الشفاء ليتطوع ماتياس للذهاب إلى هناك. وعندما وصل ماتياس وجد عدد كبير من المغامرين المصابين. بعدها سأل ماتياس إحدى الممرضات عن سبب قلتهم، لتقول له بأن سيدهم طرد أغلب الممرضات بحجة أنهم مضيعة للمال، ليتعهد ماتياس بعد ذلك بإنقاذهم جميعا. وبدأ يعمل فارز لحالتهم من الأخطر إلى الأقل خطورة، وبدأ في علاجهم وطلب من الآخرين البدء بعلاج المصابين بشدة حتى يصلوا إلى الأقل ضرر. وبعد معاناة طويلة نجحوا في إنقاذ الجميع. ليسأل ماتياس أحد الأطباء عن سبب استبدال سيد المدينة، ليقول له بأنه تم استبداله لأنه مات بشكل غريب جدا، مات أثناء نومه بطريقة غير مفهومة. لهذا ماتياس استنتج أن هذا بسبب الشياطين، لأنه الدايماس خطير جدا حتى في حياتها السابقة، لكن الآن هم يبنون قرية كاملة فوق أحدها، وهذا لن يكون إلا بسبب تخطيط شيطاني. وليس غريب أن السيد السابق قتل على يد الشياطين، والسيد الحالي من المتوقع أن يكون شيطان. بعدها ماتياس كتب رسالة للمدير لكي يطلع الملك على أحوال هذه المدينة الكارثية، ولأنه يعلم أن ذلك البريد سوف يتم تفحصه من السيد الحالي، قرر أن يترك رسالة خفية، وقد اتفق مع المدير قبل ذلك بأنه سوف يترك له رسالة خفية عندما يصل إلى المدينة في حالات الضرورة فقط. بعدها في اليوم التالي ذهبوا للديماس، وإيريس بقوتها الكبيرة فتحت الباب العملاق الخاص بالديماس، ودخلوا ووجدوا عدة وحوش وقضوا عليها، ومن بينهم الوحش الذي كان في الطبقة العاشرة الذي أصاب عدد كبير من المغامرين. بعدها أحضروه للنقابة، ولأنهم لن يستطيعوا تحمل تكلفة الوحش أرسلوا خطاب للسيد لكي يتأكد من الوحش. بعدها ذهبوا للعشاء بما أن إيريس كانت جائعة، وأثناء عودتهم كان يلحق بهم شخص ما وماتياس استشعره. لتنتهي الحلقة السابعة من الأنمي.
تبدأ الأحداث بماتياس الذي أحس أن هناك أشخاص يلحقون به، لهذا قال لألما ولوري وإيريس بأن يأخذوا طريق آخر، وبعدها فعل تعويذة التخاطر وقال لهم بأن هناك أشخاص يتبعونهم وهم من أتباع السيد، لهذا سوف يفعلون تعويذة الاختفاء ويرون ماذا سوف يفعلون أولئك المغامرون. وبعدما فعلوا تعويذة الاختفاء أولئك المغامرين فوجئوا من اختفاء ماتياس وفريقه، لكن فجأة ظهر مرة أخرى ليسألهم ماتياس عن مكان النزول لأنهم تائهون، ليرشدوه نحو نزله. ليقول له ماتياس إذا أنتم تعرفون أين نقيم، ليقوم أحد أولئك المغامرين بالهجوم على ماتياس وتقييده، وماتياس يمثل أنه ضعيف ويطلب المساعدة، ليقول الشخص الذي أمسك ماتياس أنا أعلم من أنتم وأن هذا هو أضعف شخص فيكم لأنه معالج، وأنا هنا لأخبركم بأنكم سوف تخدمون السيد وتقومون بكل ما يأمركم به. ليقول ماتياس لإيريس بأن تهجم بدون استخدام الأسلحة، لتقوم إيريس بالإطاحة بهم جميعا. بعدها ماتياس ألقى عليهم تعويذة التتبع وأخرى لكشف الشياطين لأنه من المحتمل أن يكونوا متعاقدين مع شياطين. بعدها في اليوم التالي قال ماتياس بأن مرسوم الملك قد وصل وذهبوا لمكان اللقاء، ليخرج لهم شخص اسمه إيك الذي أحضر أوامر من الملك بخصوص استغلال السيد لديماس مدينة ميلكيا، وجاء في الأوامر بأنه يمكنهم إلقاء القبض على السيد دوغيال ميلكيا تحت رقابة الوكيل الملكي إيك. ليذهب بعدها ماتياس وإيريس وألما ولوري وإيك إلى مكان تواجد السيد لأن ماتياس ألقى تعويذة التعقب على أتباعه، لهذا هو يعلم مكانه. ليلاحظ ماتياس وجود الكثير من أتباع السيد داخل القصر، لهذا استخلص أنه يركز دفاعاته لأنهم على الأغلب اكتشفوا خطط ماتياس وإيك بخصوص القبض على السيد. ليقوم ماتياس وفريقه باختراق القصر من أبوابها الأمامية ليهجم عليه كل المغامرين في وقت واحد، لكن لوري قامت بصد الهجوم وماتياس صعق الجميع بهجمة واحدة. بعدها اكتشف ماتياس باب سري يؤدي إلى القبض الذي كان فيها السيد الذي كان يعتقد أن أتباعه هزموا ماتياس لأنه كان الجو هادئ، لكن صدم بدخول ماتياس وفرقته، لكن كان هناك أتباع الملك هجموا على ماتياس الذي أطاح بهم جميعا. بعدها قال للسيد أنه لديه أمر من الملك لهذا بإفقادها الوعي وبدأ يبحث في مكتبه لكي يعرف كيف كان يعلم بأمر هجوم ماتياس والأمر الملكي، ليجد رسالة قد أرسلها له شخص ما فيها كل شيء، وتوقع ماتياس أنها من طرف شيطان وشك أن هناك شيء ما متعلق بالديماس المدينة لأنه من المتوقع أن الشياطين يسعون خلف وريد التنين الذي في الديماس لأنه أكبر بكثير من الذي في العاصمة، ولو استطاعوا دمجه بتعويض فبإمكانهم التسبب في كارثة عالمية. لكن في تلك الأثناء شعروا بهزة أرضية كان سببها الشياطين الذي بدأوا العبث بأوردة التنين واستدعوا حشد من الوحوش، وهذا بسبب إمساك السيد، لهذا ماتياس قرر الذهاب لديماس لكي يوقف تلك الشياطين قبل الوصول حشد الوحوش الذي سوف يصل بعد ساعتين للمدينة ميلكيا. وبعد وصولهم للديماس لاحظوا أن الشياطين ذهبوا لطابق أدنى لأنهم استشعروا أن ماتياس وفريقه قادمون، لهذا طلب ماتياس من لوري أن تكفل بإلغاء تلك التعويذات التي قام بها الشيطان في أوردة التنين في حين هو سوف يلحق بذلك الشيطان، وحذرها من أنه خطأ واحد في التعامل مع أوردة التنين قد يسبب كارثة ويفجر المدينة. في تلك الأثناء ماتياس كان قد وجد شيطان الذي كان يتلاعب بأوردة التنين ولاحظ أن هناك شيطان آخر يلقي عليه أوامر عبر تعويذة التواصل، وكان يوجه ذلك الشيطان في قتال ماتياس، وماتياس كان يقاتل بقوة لكن ذلك الشيطان كان يمتلك درع مزعج وكان يتلقى المساعدة من الشيطان الآخر الذي كان يوجهه، لهذا ماتياس طلب من لوري أن تقوم بمجموعة من التعويذات والدوائر في حين كان ذلك الشيطان يستدرج ماتياس نحو فخ، لكن كل تلك الفخاخ لم تتفاعل بسبب تعويذة لوري التي كانت تبطلها، حتى التواصل الذي كان بين الشيطانان تعطل واستطاع ماتياس أن يحطم درع ذلك الشيطان الذي أحس بالرعب. وعندما عاد التواصل بين الشيطانان تساءل الشيطان الذي يواجه ماتياس هل ماتياس هو حقا غاياس، ليرد عليها الشيطان الآخر بأن ذلك غير ممكن لأنه لو كان حقا غاياس لكنت ميتا الآن، ليأمرها بعدها باستخدام ورقتها الرابحة سوء الطالع لقتال ماتياس، لكن بالرغم من ذلك استطاع ماتياس أن يهزمه. بعدها كل تلك الوحوش التي كانت متوجهة نحو ميلكيا بدأت تختفي لأن لوري أصلحت الخلل في أوردة التنين. بعدها حاول ماتياس أن يعلم مكان الشيطان الذي كان يأمر الشيطان الذي هزمه ماتياس، ليتفاجأ أن ذلك الشيطان كان ينصت لتواصله مع لوري وحاول أن يخدعه بإعطائه مكان بعيد، بحيث ماتياس عندما يحاول استشعار مكان الشيطان كان يرى أنه في مدينة إلينا والتي هي بعيدة بآلاف الكيلومترات، وماتياس اكتشف أنها خدعة قال له بأنه يريد قتاله، ليرد عليه ذلك الشيطان عليك إيجادي أولا، وماتياس لاحظ بأن هذا الشيطان في مستوى
آخر عن بقية الشياطين التي قتلها لحد الآن. لتنتهي الحلقة بماتياس ولوري وألما وإيريس وهم في الديماس بعد هزيمتهم للشيطان، ليقول لهم ماتياس أن الشيطان اللي قتله ماتياس كان يتلقى الأوامر من شيطان آخر، وقد استطاع معرفة هذا بعد أن تجسس على تعويذة التواصل الخاصة بهم، كما أن الشيطان اللي كان يعطي الأوامر كان يتجسس بدوره على تعويذة التواصل الخاصة بماتياس ولوري، لكن ماتياس لم يستطع معرفة مكانه، لهذا قام بحجز بعض من طاقتها السحرية بحجر سحري، وهناك أداة يمكنك من خلالها تتبع أي شخص من خلال طاقتها السحرية، لهذا سوف يحتاجون لها من أجل أن يجدوا هذا الشيطان. بعدها ماتياس وفريقه قرروا العودة للعاصمة من أجل لقاء الملك ومدير الأكاديمية من أجل أن يساعدوه في الوصول إلى المكان الذي فيه الأداة، ولما وصلوا للعاصمة فوجئوا من أن الأكاديمية الثانية اختفت. ليظهر المدير لما سألوه أجابهم أنهم يعيدون بناءها من جديد بطريقة تجعلها أكثر قوة وتحملا من أجل تحمل هجمة الشياطين، والدروس الآن يتم استئنافها في الأكاديمية الأولى. بعدها ذهبوا لمكتب المدير ليخبره ماتياس أن هناك شيطان أعلى مرتبة من كل الشياطين يلي قتلهم حتى الآن، ولكي يجده ماتياس عليها الحصول على أداة، وتلك الأداة في رادينا، لهذا عليه أن يعبر الحدود رادينا. ليقول المدير تلك عبارة عن مجموعة من الأمم المتحدة، ولسوء الحظ ليست جميع الأمم مودودة. ليقول له ماتياس هل يمكن للملك مساعدتنا؟ ليجيبه نعم يمكنه، وأنا سوف أكتب توصية لطلب مساعدة نقابتهم، لهذا ماتياس سوف يساعد في بناء الأكاديمية الثانية، وحتى يتم تجهيز كل شيء لرحلته. بعدها حصلوا على الإذن من الملك وتم قبول التوصية، وماتياس وفريقه يتجهون نحو رادينا، لكن المشاكل بدأت لأن هناك منطقة محظورة، ولكي يتجاوزوها عليهم أن يرفعوا منطقتهم السحرية، لهذا عليهم أن يتجهوا للنقابة لكي يجتازوا اختبارهم. بعدها توجهوا لداخل تلك المدينة وذهبوا لمقر النقابة، وهناك استقبلهم مدير النقابة وقال لهم بأنه سوف يجعلهم يخوضون اختبار تصنيف أي مباشرة لكي يكون أمر سريع بالنسبة لهم، وفي الاختبار سوف يواجهون مراقب وهمي ويلي اسمه جيليوس، وهو مغامر من الرتبة S. بعدها ذهبوا لساحة الاختبار وقال جيليوس لألما ولوري وإيريس أنتم نجحتم حتى بدون أن أقاتلوا. بعدها نظر لماتياس وقال له ماتياس أنت سوف تقاتلني، لقد سمعت عنك كثيرا، أنت هو بطل مملكة إيس قاتل الشياطين. بعدها وافق ماتياس ليقول جيوس سوف أقاتلك بدون استخدام السحر، بالرغم من أن ماتياس لاحظ أن جيليوس لديه طاقة سحرية كبيرة وهو مثل ماتياس ملقي تعويذات. بعدها هاجم جيليوس وكان سريع جدا، واكتشف ماتياس أن جيليوس استخدم تعويذة تعزيز الطاقة الجسدية لكن بدون أن يدرك ذلك، وماتياس استخدم أيضا تعويذة تعزيز الطاقة وتعزيز القدرة الجسدية ليواجه جيليوس، وكيليوس كان يقلد كل حركات ماتياس بعد أن يراها لمرة واحدة، وكان يستخدم تعويذة سحرية بدون التفكير بحيث أصبح شيء غريزي بالنسبة له لا يحتاج أن يفكر فيه، لكن جيليوس كان يعتقد أنه لا يلقي التعويذات. بعدها ماتياس استخدم قوة إلقاء أكبر من جيليوس ليهزمه، ليفوز ماتياس وينجح في الاختبار. بعدها جيليوس طلب من ماتياس المساعدة ليصبح أكثر قوة مثله، ليعطيه ماتياس كتاب كان قد ألفه فيه الكثير من التعويذات، وقال له بأنه كان يستخدم التعويذات بدون وعي، وهذه موهبة ليست لدى الجميع، ولو أصبح يستخدمها وهو واعي بالتعويذات التي يستخدمها سوف يصبح أكثر قوة، ويمكن أن يصل لقوة ماتياس في المستقبل. لكن جيليوس لديه مشكلة في القراءة، كلما يقرأ يأتيه صداع، ليقول له ماتياس أن هناك تعويذ للصداع في الصفحة 132. بعدها توجهوا لتلك المنطقة المحظورة، وفي طريقهم كانت نقطة التفتيش، ولما اطلعوا على إذن المرور أعطوهم تذاكر تسمح لهم بالمرور في نقاط التفتيش في طريقهم الرئيسي فقط، ليكتشف ماتياس أن تلك التذكرة التي أخذوها مكتوب عليها رمز سحري، والذي كتب فيه احضروا فرقة من 4 مغامرين ذوي الرتب العليا، دوافعهم مشكوكة، تصرفوا معهم على الفور. ليقول لهم ماتياس لا يهم محتوى الرسالة، المهم هو أن طريقة الترميز هي نفسها الطريقة التي يستخدمها الشياطين. ليلاحظ بعدها ماتياس بعض الضيوف اللي ينتظرونهم وقال أعتقد أن هناك شخص وظف قتلة لكي ينهو أمرنا قبل الوصول للمدينة، لهذا قال لهم أنه لن يقتلهم بل سوف يجعلهم يغطون في نوم عميق. بعدها ماتياس أعطى أداة للوري وألما وقال لهم أن يلتفوا حول تلك المرتزقة، في حين ماتياس كان يصنع وهم على شكلهم لكي لا يلاحظوا ذلك، وماتياس وإيريس بدأوا يدافعون، وألما ولوري لما وصلوا وراء المرتزقة فعلوا تلك الأداة لتنام كل تلك المرتزقة، وماتياس لما ذهب وجد أن ألما ولوري أيضا تأثروا من تلك الأداة وغطوا في نوم عميق.
بعدها ماتياس أبطل مفعول الأداة لإيقاظهم. بعدها توجهوا إلى مدينة فولكيا، وقبل دخولها استشعروا وجود 30 شيطان داخل المدينة. وبسبب أن الإشارة منبعثة من تلك الشياطين ضعيفة، هو لأنهم يحاولون إخفاء هالتهم، وهم على الأرجح أنصاف شياطين وليسوا شياطين كاملين، لهذا يعملون بمجموعات. بعدها ماتياس وجد معبر سري خاص بالشياطين يأخذهم مباشرة وسط المدينة. بعدها ماتياس وجد شياطين، لهذا تسلل وراه باستخدام تعويذة، وباستعمال تعويذة أخرى جعله يرى وهم. وبعدها واصلوا تقدمهم نحو المدينة، ولما وصلوا إليها صدموا لأن كل المغامرين المتواجدين داخلها تم إلقاء عليهم تعويذة الدخول، وهم يتحركون مثل الزومبي. بعدها وجدوا صفا من المغامرين ويتم إلقاء عليهم تعويذة الدخول، ثم يدخلون لمصنع. لهذا ماتياس وفريقه انضموا إلى ذلك الصف. بعدها ماتياس ألقى على نفسه وعلى فريقه تعويذة الدفاع لكي تلغي تعويذة الدخول التي سوف يلقونها عليهم. بعدها دخلوا للمصنع ليجدوا بأنهم يقومون بإدابة المعادن وتنقيتها لاستخراج معدن آخر، يقومون بتوظيفه لصناعة متفجرات، ولديهم معدات متطورة جدا، ويمكنهم تدمير دولة كاملة باستخدام تلك المتفجرات. لهذا قرروا أن يحاربوا الشياطين وقاموا بإحضار أسلحتهم. بعدها ماتياس قام بانفجار كبير جدا لاستدراجهم، وهو في الحقيقة قبل دخول المدينة ماتياس ألقى على إيريس تعويذة تقوم بكبح قوتها وكبح هالتها أيضا. لهذا عندما قام ماتياس بإبطال تلك التعويذة، هالت إيريس الكبيرة جدا لأنها التنين تم إطلاقها مثل انفجار كبير، وكل الشياطين لاحظوا ذلك الانفجار، لهذا توجهوا كلهم إلى تلك المنطقة. ولأن لديهم وعي مشترك، ماتياس قرر أن يستخدم ذلك ضدهم، وهم يتقدمون قاموا بالقضاء عليهم جميعا. البعض تفجر والبعض الآخر تم قطعه نصفين من ماتياس. بعدها الشياطين استخدموا تعويذة الكشف لاستكشاف المنطقة، لأنهم يتساقطون واحد تلو الآخر بسبب التفجيرات من ألما ولوري ومن ماتياس كذلك الذي يقوم بمهاجمتهم من الخلف، لكنهم يعتقدون أن إيريس هي الدخيل الوحيد. لكن ماتياس ولوري وألما استخدموا تعويذة الإخفاء، وبالتالي استطاعوا التغلب على تعويذة الكشف. لكن مع ذلك قائد الشياطين استطاع اكتشاف أن هناك دخلاء أكثر وأن إيريس مجرد طعم، لهذا أرسل لكل الشياطين أن يجتمعوا في مكان واحد، وقرروا استخدام تلك البرلاورات التي كانوا ينقبون عنها لتفجير الأعداء، حتى لو كان ذلك سوف يفجر نصف المدينة. لكن فجأة ظهر جيليوس وقتل 4 شياطين بسرعة جدا، وبدأ يواجه كل الشياطين في وقت واحد. بعدها إيريس وماتياس تدخلوا ليقوموا بالقضاء على تلك الشياطين الأخرى والتي عددها 4، ليبقى شيطان واحد وهو القائد. ليقول جيليوس لماتياس: لا تتدخل في قتالي، أنا سوف أقاتل هذا الشيطان لوحدي، هذا قتالي أنا. بعدها بدأ القتال بين جيليوس وذلك الشيطان، لكن كان قتال متقارب، وجيليوس استخدم بعض التعويذات التي قرأها في كتاب ماتياس مثل تعويذات القاطع الفولادي، والتي تسمح لجيليوس أن يقوم بضربة قوية جدا تسمح له بقطع جسم صلب جدا، لكنها لديها تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها تنعكس على جسم جيليوس، وكان منهك جدا بعد استخدامها 3 مرات. لكن مع ذلك استطاع أن يفوز ضد ذلك الشيطان. لتنتهي الحلقة 10 من أنمي الساحر الأقوى لديها الإشارة الأضعف. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، وملتقانا في المقطع القادم. لا معك الناجم ساتوروتيك في فخامة الاسم، اعرف وجود النزال حينحسم فعلا، من الأقوى فيهم لا يمكن انهزم أبدا. غوجو وجوده تحس بحرارة، حوله كل العيون محتارة، شعل حماس وشعل إثارة، لعلة تداس بقوة جبارة الأقدام.